مراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي فاروق صلاح. والنهارده يعني أجواء المباراة هي الحدث. بنرحب بك يا فاروق معانا في الأهلي خط أحمر. وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا بالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي. لا صوت يعلو فوق المباراة المنتظرة غدا بإذن الله. المباراة اللي هتقام على استاد لوفتس فراسفيلد، الاستاد اللي هيستضيف مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي للدوري الافريقي، اللقاء اللي بيجمع واحدة من كلاسيكيات القارة الافريقية، الاهلي وصن داونز. مباراة بينتظرها جمهور المصري وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وايضا جمهور فريق ماميلودي صن داونز هنا في بريتوريا باذن الله. باذن الله فاروق، يعني طمنا طبعا على الحالة الذهنية وحالة الانضباط داخل المعسكر للفريق. عايزين كده يعني نشوف، انت كنت معانا قبل كده في ليلة مباراة التعادل 1-1، نتمنى يعني ان شاء الله يكون بكرة نتيجة ايجابية للنادي الاهلي، ولكن مهم جدا تطمنا على فكرة تعود اللاعبين وتدريب النهاردة في نفس توقيت المباراة. انقل لنا كل اللي دار النهاردة خلال التدريب اللي يطمئن جماهير النادي الاهلي. يعني خليني يا اسامه يعني اطمن كل جماهير النادي الاهلي. خليني اكد في البدايه ان هي طبعا مباراه صعبه، مباراه قويه جدا، بتلعب خصم قوي جدا، خصم فريق ماميلودي سان داونز. عايز اقول لك كل الاوساط هنا في جنوب افريقيا، او يعني خليني اكلمك في الوقت اللي انا بكلمك فيه، طبعا انت سامع صوت الجمهور، لان في هذه الاثناء انت بتتكلم ان في نهائي كاس العالم للرجبي اللي بيجمع ما بين المنتخب جنوب افريقيا ومنتخب نيوزيلندا، فاجواء جماهيريه كبيره جدا هنا في بريتوريا يعني في كل مكان في جنوب افريقيا. طبعا المباراه النهائيه لكاس العالم الجميع طبعا بيلتف حول منتخب جنوب افريقيا. هذه المباراه مديه انطباع كامل يعني ايضا للاوساط الاعلاميه والحديث هنا في جنوب افريقيا. الجميع بدا انه يعني في كلامه ان هم متلهفين دايما لمواجهه الاهلي، يعني دايما الجماهير ماميلودي سان داونز او جماهير الانديه الاخرى اصبحت تتمنى الوجود الاهلي في جنوب افريقيا. مباراه تحظى باهتمام جماهيري، مباراه بتحظى باهتمام اعلامي، كل الاوساط الاعلاميه هنا بتتحدث على هذه المباراه انها واحده من كلاسيكيات القاره السمراء، مباراه بتصنع مدربين وبتصنع لاعبين. ويعني قالت بعض الصحف ان فريق ماميلودي سان داونز استمد جزء من جماهيريته وشعبته في القاره السمراء من مواجهاته مع النادي الاهلي، وان هي واحده من اصعب المباريات. اتكلم ده طبعا يا اسامه على تدريبات النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي مع يعني قدوم الاهلي هنا الى جنوب افريقيا، خليني اقول لك برضو شويه تفاصيل، ان النادي الاهلي مغير مكان الاقامه اللي كان معتاد دايما بيقيم فيه في بريتوريا، تم تغيير المكان. ايضا بالامس الكابتن خالد بيبو كان توجه الى ملعب التدريب اللي هيؤدي عليه تدريبات النادي الاهلي، ويعني الملعب لم يلقى استحسان الكابتن خالد بيبو اللي قدر ان هو يغير ملعب تدريب النادي الاهلي، ادى عليه واحد من افضل الملاعب. طبعا هي مجموعه ملاعب في جامعه بريتوريا، ولكن الكابتن خالد بيبو طبعا بالتنسيق مع مستر كولر قرر ان هو يغير ملعب التدريب اللي احنا كنا متعودين دايما بنتدرب عليه، فقرر التدريب على ملعب يشبه بنسبه كبيره جدا الملعب اللي هيخوض على الاهلي عليه مباراه الغد باذن الله، استاد لوفتس. بالامس كان تدريب الاول للنادي الاهلي، والنهارده كان التدريب الرئيسي على ملعب لوفتس اللي هيستضيف احداث اللقاء. خليني اقول لك برضو حاله التركيز الشديد اللي احنا لمسنا من لاعبي النادي الاهلي، يعني من واحنا جايين على الطياره يا فارس ويا احمد في تركيز شديد عند اللاعبين، اللعيبه مركزه، احنا رايحين جنوب افريقيا رايحين ان احنا نكسب، رايحين ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، مباراه صعبه جدا، تركيز مطلوب جدا من لعيبه النادي الاهلي. مستر كولر الامور اللي بياكد عليها مع اللاعبين في كل حديث، سواء في المحاضره الفنيه، سواء في التدريب، سواء في الاحاديث الجانبيه، ضروره استغلال الفرص، ضروره استغلال انصاف الفرص. مستر كولر في كلامه مع اللاعبين محاضره النهارده قال ان المباريات اللي زي دي بتحسم على تفاصيل بسيطه جدا، مهم جدا ان نستغل كل فرصه. سمع معايا طبعا التشجيع طبعا للجماهير، طبعا زي ما قلنا المباراه اللي بتقام في هذه الاثناء، لكن خليني ارجع لمستر كولر اللي اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، ضروره تسجيل الاهداف. قال المباراه زي دي لازم استغل كل فرصه، واعتقد يعني من كلام مستر كولر النهارده في المؤتمر الصحفي ان قال اتوقع باذن الله ومتاكد ان اللعيبه هيكون في كامل تركيزهم ان شاء الله يستغلوا الفرص غدا باذن الله في هذه المباراه. اللعيبه يا فارس، اللعيبه يا اسامه،
في تركيز، في جاهزية، بطمنك على حالة اللاعبين سواء من الحالة الفنية من الحالة البدنية. إن شاء الله مباراة تظهر فيها شخصية لعبة النادي الأهلي غدا بإذن الله. فاروق خلينا أسألك، يعني الأصوات اللي هي حاصلة جنبك دي أولا بتأثر أو بشكل أو بآخر على اللاعبين ولا واصلة لهم، ولا ده مش مؤثر إطلاقا على حالة اللاعبين اللي بياخدوها، الاسترخاء، النوم البدري عشان المباراة، الاستعداد مؤثرة أو لأ؟ وتاني حاجة، أنت دايما بتتواجد مع الفريق في السفريات، إيه يا فاروق اللي أنت لمسه المرة دي أو أنت حاسس حالة اللعيبة النفسية، كلامهم مع بعض الجانبي بعيدا عن المؤتمرات الصحفية، يعني كلمني في الجانب النفسي شايفه إزاي لأنه مهم جدا، وحالة الصوت اللي إحنا سامعينه بوضوح ده هل مؤثر على اللاعبين في مقر الإقامة ولا مش مؤثر عليهم إطلاقا؟ لا يعني خليني اقول لك يا اسامه او يا فارس، الاصوات دي طبعا زي ما قلنا ان دي احتفالات للجماهير في هنا في جنوب افريقيا بالمنتخب الجنوب افريقي اللي بيلعب زي ما قلنا في هذه الاثناء نهائي كاس العالم امام نيوزيلندا، فبيحتفلوا بالاهداف، بيحتفلوا ب يعني اجواء جماهيريه كبيره جدا منفصله تماما عن اللاعبين، اللاعبين مركزين، بعض من اللاعبين خليني اقول لك برضو ان هو بيتفرج على هذه المباراه، بيرستاو ايضا قاعد يعني بيتابع هذه المباراه، بيتمنى طبعا التوفيق لمنتخب جنوب افريقيا. خليني اقول لك ان بيرستاو يعني بيعامل هنا في جنوب افريقيا يعني بيلقبوه بميسي، يعني اكثر اللاعبين شهره مش في لعيبه الاهلي بس، ايضا اكثر من لاعبي ماميلودي سان داونز، يعني اكثر اللاعبين او اكثر شخص في كره القدم هنا بيتمتع بشعبيه جارفه هو بيرستاو. بالنسبه يا فارس لحاله اللاعبين، خليني اقول لك يعني الواحد دايما بيبقى متواجد مع اللاعبين، لكن اللي انا لمسه من اللاعبين، اللعيبه يعني معظمهم بتتكلم في امر احنا جايين نكسب، احنا جايين نلعب مباراه كبيره، احنا جايين واحنا واخدين كل حاجه السنه اللي فاتت، ده بيدينا حافز اكتر، احنا السنه اللي فاتت احنا اتغلبنا هنا لكن احنا توجنا بطل القاره السمراء، ده بيدينا حافز اكتر، ده بيزيد علينا من الحماس للاعبي النادي الاهلي اللي نتمنى يكونوا في يعني في كامل تركيزهم في هذه المباراة. عايز برضو يا فارس لو وقتك يسمح احاول اقربك اكتر من معسكر ماميلودي سان داونز، بعض الاوساط وبعض الاخبار عن غيابات او اصابات، خليني اكد لك جاهزية كافة لاعبي فريق ماميلودي سان داونز لهذه المباراة باستثناء غياب اللاعب موديبي مافالا اللي كان تم طرده في لقاء بترو اتلتيكو، لكن يعني على مدار الايام الماضية طبعا استعاد الفريق لوكاس، اللاعب لوكاس ريبيرو، بيتر شلاويلي، وايضا اللاعب مارسيلو الياندي. خليني اقول لك ان على مدار الثلاث ايام الماضيه بيتر شلاويلي كان بيؤدي التدريبات في فريق ماميلودي سان داونز، رولاني ماكوينا طلع في بعض الاوساط قال انا بتمنى وبصلي ان انا اللعيبه ترجع، باكد لك جاهزيه اللاعبين خلاص يعني فريق بلاش يا فاروق. يعني احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده هنا وقلنا ان دي يعني مايند جيم بيتلعب، واحنا يعني خلاص بقى مش علينا الكلام اللي بيتقال ده، واكدنا ان احنا ممكن نلاقي اللاعب موجود في ارض الملعب بشكل طبيعي جدا. لكن يا فاروق طمني على درجه الحراره، درجه الرطوبه، الاجواء ايه؟ يعني مريحه، انت عارف طبعا اللاعب المصري وقصه الاجواء بتكون في بعض الرطوبه، بعض الشيء بتؤثر على اداء اللاعبين. ايضا كلمنا عن استعداد فكره العوده ورحله العوده، هتكون هل بعد المباراه مباشره ولا يكون في وقت، خاصه واحنا معانا طائره خاصه؟ قول لي القصة ازاي. يعني خليني يا اسامه بالنسبه للاجواء النهارده، يعني الجو اكثر من رائع، يعني الجو هنا ممتاز جدا بالنسبه لليوم، غدا باذن الله ايضا من المتوقع. بالمناسبه النهارده كان في سقوط امطار بغزاره هنا على بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي، درجه الحراره من المنتظر غدا في توقيت المباراه هتكون يعني ما بين ال 20 ل 22 درجه مئويه، الجو ابتدى يتحسن من النهارده. من المنتظر ايضا ان غدا باذن الله هيكون نفس يعني درجه الحراره، ان لم يكن من الممكن تكون اقل شويه كمان عن اليوم، يعني طبعا باستثناء الامس كانت درجه الحراره عاليه جدا، اللاعبين ادوا التدريب في تمام الساعه الثالثه في توقيت المباراه كانت درجه الحراره عاليه جدا، النهارده ايضا الفريق ادى في نفس توقيت المباراه لكن درجه الحراره النهارده افضل بكتير جدا، من المنتظر غدا باذن الله يكون نفس درجه الحراره او اقل، اعتقد جو يكون ملائم طبعا ان احنا نشوف مباراه ما بين الفريقين، نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من المقرر طبعا يا اسامه ان شاء الله بعد انتهاء المباراه باذن الله
فريق الاهلي هيتجه مباشره الى يعني من مقر الاقامه او من ملعب المباراه بالحافلات الى مطار جوهانسبرغ، ومن ثم استقلال الطائره الخاصه والعوده الى القاهره. طبعا احنا رحله الطيران طبعا انت عارف يا اسامه كانت على متن طائره خاصه بالزبط. رحله الذهاب اللي يعني استمرت لتسع ساعات، لكن ان شاء الله كل الاجواء يا اسامه يا فارس اللي احنا لمسنا. انا بطمن انا على المستوى الشخصي يا اسامه، انا على المستوى الشخصي يا فارس انا يعني انا متفائل ان شاء الله يكون خير باذن الله في هذه المباراه. يعني يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، تركيز لعيبه النادي الاهلي يوم الغد ان شاء الله، كل دعوات كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويعود الى القاهره، ويبقى الكل حدث حديث في مباراه العوده باذن الله ان شاء الله. يعني فاروق، يعني قبل ما اشكرك، يعني اخيرا عندك اي معلومه عن طائره صن داونز او تحرك صن داونز؟ هل هيكون بعد المباراه مباشره ولا ممكن يتاخر شويه، لان الفاصل الزمني ما بين الذهاب والعوده 72 ساعه؟ لا يعني خليني أكد لك برضو على هذه المعلومة يا أسامة، ودي أعتقد نقطة مهمة جدا أن أنت أثرت هذا الأمر. خليني أقول لك أن أيضا فريق ماميلودي سان داونز هو داخل في معسكر، يعني قبل المباراة ب 48 ساعة داخل في معسكر لهذه المباراة، عقب انتهاء المباراة مباشرة هيتجه لاعبي فريق ماميلودي سان داونز على متن طائرة أيضا، والاتجاه إلى القاهرة عقب اللقاء مباشرة. زي ما قلنا أن الفريق داخل معسكر قبل المباراة ب 48 ساعة، ينهي المباراة ويخلص المباراة هيتجه مباشرة إلى مطار جوهانسبرغ والتوجه الى القاهره باذن الله والتحضير لمباراه العوده. نتمنى طبعا نحقق انتصار وفوز هنا في البريتوريا، ثم ان شاء الله نحقق الفوز ايضا في القاهره باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح، يعني حطيتنا في الحدث، وباذن الله متفائلين بتواجدك، وباذن الله متفائلين بالحاله اللي احنا بنشوفها واللي انت نقلتها لنا، وان شاء الله النادي الاهلي يعود بنتيجه ايجابيه.